هقولكوا على المكان السري اللي بجيب منه المنظفات بتاعتي ورفايع الأدوات المنزلية والكريمات وحاجات كتير قوي وكلها بنص التمن. ومش بس كده، الأسعار هناك بتبتدي من 5 جنيه. المكان هو علي بابا عالم التوفير، مكان عنده كل حاجة للبيت من الإبرة للصاروخ. هو ليه فروع كتير بس أنا كنت في فرع مدينة نصر علشان عاملين تخفيضات كتير قوي بمناسبة الافتتاح. وتعالوا بقى أعرفكوا المكان ده هتلاقوا عنده إيه بالظبط. مبدئيا كده هتلاقوا سيكشن كامل للمنظفات، وأنا بقى ما بشتريش المنظفات بتاعتي غير من هناك لان اسعارها اقل بكتير من السوبر ماركت. وحتى الكريمات والشامبو وزيوت الاطفال كل ما بشتريها بتطلع ارخص من سعر الصيدليات والسوبر ماركت. ومش بس كده، هم عندهم حاجات حلوه قوي للبيت زي الازاز، اطقم الكاسات بقى والكوبايات والمجات الترندي كلها هتلاقوهم هناك. ده غير كمان اطقم الصيني واطقم العشاء، وكمان هتلاقوا قسم مخصوص للفخار هناك. اللانش بوكس بقى والفلاسك وحاجات الاطفال دي بجد هتتفاجئوا هناك من اسعارها. وندخل بقى على اكتر سيكشن بحبه وهو الرفايع. مفيش حاجة في رفايع المطبخ هتحتاجوها مش هتلاقوها هناك. تقريبا مفيش عروسة هتبقى بتجهز مش هتلاقي كل حاجاتها هناك. البلاستيكات، الصفايات، منظمات التلاجة. واللي عجبني قوي انهم عملوا سيكشن للأجهزة زي الاير فراير والكاتل وخلاطات وهاند بلندر وحاجات حلوة قوي. وطبعا مش هنمشي من غير ما نجيب شوية زرع كده وشمع واكسسوارز للبيت لان اسعارها هناك حلوة قوي. وانا عارفة بقى ان في الاخر كده هتلاقوا نفسكم شايلين شنط وجايبين حاجات كتير كده زيي، بس هتتفاجئوا انكم مش هتدفعوا كتير بسبب اسعارهم.